علشان خاطر سعادتك هنتكلم النهاردة عن موضوع اليقين. قلنا إن اليقين بينقسم إلى 3 أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين لما تكون عارف معلومة معينة، وعين اليقين يعني شفتها بعينيك بتتحقق قدامك، وحق اليقين يعني عشتها ولمستها بنفسك. مثال عشان نعرف الفرق بين الـ3 درجات: لو مثلا على افتراض ان انتوا بتصدقوني قلتلكوا ان انا كنت في رحلة في يوم من الايام، رحت جزيرة في مكان خير اللهم اجعله خير في مكان ما من العالم، وجدت ثمرة من ثمرات التفاح قطرها 3 متر. انا قلت انتوا بتصدقوني، ورجعت قلت للناس يا شباب انا شفت ثمرة تفاح قطرها 3 متر. اصبح دلوقتي عندكو علم اليقين بان هناك ثمرة تفاح قطرها 3 متر، لان انتوا مفترضين وعارفين ان انا شخص لا يكذب، وبالتالي مصدقين. بعد فترة دخل مجموعة اشخاص او شباب شايلين التفاحة بايديهم، 7-8 رجالة شايلين تفاحة قطرها 3 متر قدام عينيك، وانت بعينيك شفت التفاحة هتقول ايه ده بجد. هنا درجة اليقين ارتفعت اعلى، اصبح عندك عين اليقين لانك شفتها بعينيك. يا سلام بقى لو مسكنا التفاحة واخدنا منها قطعة وديناها لسعادتك، وسعادتك دقت التفاحة، اصبح عندك دلوقتي حق اليقين، بقيت عارف كل المعلومات وشايفها وحاسسها، بل بالعكس دقتها وأكلت منها، أصبحت درجة اليقين عالية جدا جواك. لو إحنا عرفنا نعمل كده بالمعلومات اللي عندنا واللي في إيدينا، صدقوني هنعمل في حياتنا معجزات. يعني إيه يقين ويعني إيه حق اليقين لما نعيشه مع الدعاء؟ زي ما قلنا أن الدعاء هو العبادة بنص حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يبقى عشان تحقق الدعاء، وعلشان الدعاء ربنا يستجيبه بصورة أسرع، لازم يبقى عندك يقين بالله عالي. انت عارف ان اليقين هو أحد أهم شروط إجابة الدعوة، ولكن للأسف بما أننا بنتكلم عن القناعات وإن هذه القناعات بتأثر سلبا في حياتنا، لازم نتكلم عن بعض القناعات اللي عند الناس اللي بتؤثر سلبا في إجابة الدعوة. في مقولة الناس بيقولوها دايما أو الشباب بيقولوها، بيقولوا لو أنت دعيت دعوة يمكن ربنا يستجيبها لك دلوقتي، ويمكن ربنا يأخرها أو يبدلها لك ويشيل عنك حاجة وحشة، أو يأخرها ليوم القيامة. المفهوم ده مفهوم للأسف بينسف اليقين عند الناس. يعني إيه بينسف اليقين؟ يعني لو أنت بتدعي دعوة أنت مش عارف، يمكن تستجاب ويمكن لا، أو يمكن تتأخر، فأنت مفيش يقين، ما عندكش يقين بإجابة الدعوة. عايزين نحط شرط مهم جدا لما نيجي نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، أو عن سيدنا محمد، أو عن الديانات السماوية. لازم تستمد معلوماتك من السورس اللي هو من إله الكون أو من النبي مباشرة، لأن تدخل البشر للأسف ساعات بيعمل مفاهيم قد تكون خاطئة أو قد تكون ناقصة، هي دي اللي بتأثر على فهم الدين بالنسبة لنا. لما نلاقي إله الكون بيقول في القرآن مثلا ادعوني أستجب لكم، وفي آية تانية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي آية تالتة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ده كلام إله الكون عن الدعاء. طب كلام النبي إيه؟ نعرفه بعد الفاصل. ورجعنا لسعادتك علشان خاطر سعادتك، بنتكلم عن الدعاء، وقلنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن الدعاء. طب ما تيجي نشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ايه عن الدعاء. قال سل تعطه، وفي حديث تاني يقول كل دعاء مستجاب ما لم تعجل. ولما سئل يعني ايه تعجل قال تقول دعوت ولم يستجب لي. وفي حديث تاني بيقول ما أذن الله للعبد بالدعاء حتى أذن له بالإجابة. وفي حديث بنفس المعنى ولكن بنص تاني بيقول إن الله إذا أراد أن يستجيب للعبد أذن له بالدعاء. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وده كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
طيب منين جه مفهوم إن الدعاء لما الإنسان بيدعوه يمكن أو يمكن أو يمكن؟ زي ما قلنا في حلقة قبل كده، سيدنا محمد قال: نضر الله امرئا سمع منا كلاما فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية تانية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المشكلة جت من فهم بسيط شوية للحديث اللي بيقول: ما من عبد يدعو دعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: أن يعجل بالإجابة، أو يؤخر عنه من الشر مثلها، أو يدخرها له إلى يوم القيامة. سيدنا محمد بيتكلم هنا عن ثلاث أحوال للشخص اللي بيدعو. يبقى لما أنت تكون بتدعو ربنا سبحانه وتعالى، في حالة منها تستجاب فورا، وحالة تانية يؤخر لك من الشر مثلها، وحالة تالتة يؤخر إلى يوم القيامة. في نقطة مهمة قوي في الحتة دي، عميقة شوية: هل اللي بيدعي دعوة مش عارف إيه اللي هيحصل؟ ولا هو بيقول ده أحوال الناس مع الدعاء، وكل حالة ليها شروط؟ يعني هناك شروط بأنك تكون من الحالة الأولى، إن أنت أول ما تدعو الدعاء ربنا يستجيب لك. ولكن بيطمنك، لو أنت الدعاء لم يستجاب هو ما راحش عليك، قد يصرف عنك من الشر مثله، وقد يؤخر إلى يوم القيامة. ده معنى إيه؟ ده معنى أن أنت لما تدعو وتلاقي الدعوة لم تستجاب، يبقى أنت ما جبتش شروط الدعوة التي تستجاب. وبالتالي شد حيلك، علي اليقين، علي صلتك بإله الكون علشان الدعوة تستجاب. ولكن اطمن، الدعوة ما راحتش عليك، ممكن ربنا يشلك من الشر مثلها، وممكن تدخل في الحالة الثالثة أنها تؤخر إلى يوم القيامة. دي دعوة، إنك أنت كل ما تدعي وتلاقي الدعوة لسه لم تستجب، حاول تدعي تاني، وحاول تعلي اليقين، وحاول تفكر إيه اللي أنت مش عارف تعمله صح عشان الدعوة تستجاب. حاول تقرب من ربنا أكتر لغاية ما تدعي وتفاجأ بأن الدعوات تستجاب، كل دعوة بحسب حجم الحاجة اللي أنت دعيت بيها. يعني مثلا ما ينفعش حد يدعي إن هو ينجح في الجامعة ويطلع الأول وهو لسه في سنة أولى ويقول الدعوة لم تستجب، وبرضه يفضل قاعد مكانه لا يبذل من الجهد أو ما يحاولش يسعى علشان الدعوة تستجاب. هنعرف أكتر عن اليقين وإزاي نستخدم الدعاء بصورة مريحة ممتعة في حياتنا في الحلقة الجاية علشان خاطر سعادتك.